تسأل عن العمرة في رمضان، تقول هل العمرة يوم الخميس ليلة الجمعة أو ليلة أو يوم الجمعة لها فضيلة ومزية وأجر أكثر من غيرها من الأيام؟ لا، ليس لها مزية، بل هي تخصيص ذلك، بمعنى التقصد نعم العمرة في ليلة الجمعة. الجمعة أو في يوم الجمعة يندرج فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخص ليلة الجمعة بقيام دون سائر الأيام، ولا يومها بصيام دون سائر الأيام. فهذا من الإحداث، لكن ينبغي أن يعلم أن فضيلة رمضان، فضيلة عمرة رمضان، لا تختص لا بليل ولا بنهار ولا بأول الشهر ولا بأوسطه ولا بآخره، هي في كل لحظاته، فمتى ما تيسر لك اذهب ولا تتقصد يعني يوما بعينه. لكن إن كان الإنسان ذهب مثلا يوم الجمعة لأنه يوم فراغه وعطلته، فالأمر في هذا واضح. لكن أن يتقصد تحري للفضل في هذا الوقت، فهذا يحتاج إلى دليل. وقد أعطانا النبي قاعدة، قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام، ولا يومها بصيام دون سائر الأيام، وفي القيام دون سائر الليالي.